طيب لايكات يا جماعة، لأن يبدو إن عندنا مشكلة في ال عندنا مشكلة. الأستاذ أحمد سيف، أشكرك يا أستاذ أحمد. النت بيقطع جامد. طيب نعمل ايه؟ مش عارف، حد شايفنا؟ حد شايفنا يا رجالة؟ حد شايفنا؟ حد شايفنا يا جماعة؟ أنا مش شايف تعليقات خالص. مش شايف تعليقات.
مش شايف تعليقات عندي ومش عارف إذا كان شغال ولا مش شغال. صديقي الحاج خالد أنور بيقول لي كده كويس، النت كويس. أنا مش شايف تعليقات يا جماعة. مش شايف تعليقاتكم. معلقة التعليقات. طيب كذا حد بعت لي رسالة بيقول لي الدنيا تمام. كذا حد بعت لي رسالة بيقول لي الدنيا تمام. طيب تمام اوكي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من كورة بلدنا، حلقة الخميس النهاردة 26/5/2022 الموافق 25 شوال لسنة 1443. حلقة مهمة جدا إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. في البداية برحب بكل الناس اللي معانا على قناة الإعلامي عبد الناصر زيدان على اليوتيوب. بشكر الأستاذ أحمد سيف على دعمه وله مني كل التحية وكل التقدير. أستاذ أحمد سيف بشكرك شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا على الدعم والمساندة. كل الناس اللي معانا من كل أنحاء العالم على قناة الإعلامي عبد الناصر زيدان، وكل اللي معانا على صفحة الإعلامي عبد الناصر زيدان بلس على الفيسبوك الصفحة البديلة. وبشكر حضرتكم على الدعم والمساندة وبارك الله فيكم. يعني الناس مساندانا بقوة في صفحة الإعلامي عبد الناصر زيدان بلس الصفحة البديلة على الفيسبوك. بصراحة ومحدش مؤثر نهائيا والأمور ماشية تمام التمام والحمد لله. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالجميع. ماذا يدور الآن في نادي الزمالك قبل 24 ساعة أو يزيد قليلا على مباراة الإسماعيلي؟ خلاص زي ما انفردت معاكم امبارح والحمد لله كنت اول واحد في مصر يقول لكم وينشر لكم تفاصيل كل الازمه ما بين الزمالك ورابطه الانديه، واكدت لحضراتكم ان ملعب مباراه الزمالك والاسماعيلي هو استاد القاهره. زي ما انفردنا بكل هذه التفاصيل في حلقه امس الاربعاء، بأكد لحضراتكم إن ما قلناه تحقق اليوم حرفيا. حتى الآن الساعة 11:30 مساء الخميس 26/5/2022 لم تصل أي موافقات أمنية بشأن استاد الدفاع الجوي. أقول تاني، حتى الآن الساعة 11:30 لم تصل أي موافقات أمنية بشأن استاد الدفاع الجوي،
ويبقى الوضع على ما هو عليه، ولن يستطيع الزمالك لعب مباراة الإسماعيلي بعيدا عن استاد القاهرة. لا كمان خد الجديد، هو مش مفاجأة ولكن ربما يكون مفاجأة للزمالك ولإدارة نادي الزمالك. وصل خطابين لاستاد القاهرة، الخطاب الأول من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بأن استاد القاهرة سيلعب مباراة، سيستضيف وستقام عليه مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم السبت الموافق 28 من شهر مايو 2022 الساعة 9 مساء. وجاء مرفق مع هذا الخطاب جدول المباراة ومعادها وكل تفاصيل الأمور الخاصة بالمباراة من الاتحاد المصري لكرة القدم. ووصل خطاب آخر من الاتحاد المصري لكرة القدم إلى هيئة استاد القاهرة يفيد بأن الزمالك سيلعب كامل مباريات الدور الثاني. خلي بالك من الكلام اللي أنا بقوله. خطاب تاني وصل من الاتحاد المصري لكرة القدم إلى استاد القاهرة بيقول لهم إن الزمالك سيلعب كل مبارياته في الدور الثاني على استاد القاهرة الدولي. ومرفق مع هذا الخطاب جدول مباريات الزمالك في الدور الثاني. يبقى كده في خطاب منفصل وصل من اتحاد الكورة لاستاد القاهرة بشأن مباراة الزمالك والإسماعيلي، وأكد أن المباراة على استاد القاهرة السبت 28 بإذن الله تعالى 5/2022 الساعة 7 مساء، الساعة 7 مساء الميعاد اتقدم ساعتين عشان نهائي دوري أبطال أوروبا. وخطاب تاني وصل إلى استاد القاهرة الدولي بيقول له مباريات الزمالك كلها في الدور الثاني على استاد القاهرة، ومرفق مع الخطاب الثاني جدول بكل مباريات الزمالك في الدور الثاني. بعد الخطابات دي ما وصلت منذ حوالي ساعتين أو ثلاثة إلى استاد القاهرة، وصل خطاب أمني كان مفاجأة لمرتضى منصور، وأنا بعتبر الخطاب الأمني ده أقوى من خطابين اتحاد الكرة، لأنه ده قلب الدنيا في الزمالك وقلب الدنيا عند رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لأنه لخبط له كل الحسابات وقلب له الدنيا رأسا على عقب. الخطاب الأمني وصل إلى اتحاد الكرة وإلى استاد القاهرة يفيد بترتيبات مباراة الزمالك والإسماعيلي وأن المباراة ستقام في استاد القاهرة الدولي. واستاد القاهرة الدولي نزل منشور داخلي يفيد بأن مباراة الزمالك والإسماعيلي في الاستاد، وكمان قسم الشغل على موظفيه والورديات والناس اللي هتقف على البوابات وكل ما يخص تنظيم المباراة. والأمن أرسل خطابه أنه سيتواجد من الساعة 2 ظهرا والأبواب هتفتح من الساعة 5 أو الساعة 4، وكل الترتيبات الأمنية الخاصة بمباراة القمة بصرف النظر عن ترتيب الفريقين في الجدول، لأن دائما الزمالك والإسماعيلي من المباريات التي ينتظرها الجماهير. رابطة الأندية تواصلنا معها وأكدوا لنا أنهم منذ 9 من مساء أمس الأربعاء
وبعد أن وصل إليهم خطاب الزمالك بدقائق، وجهوا خطابين بشكل مباشر، الأول إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة للحصول على الموافقة بشأن استاد الدفاع الجوي يستضيف مباريات الزمالك، والثاني إلى الجهات الأمنية، ولم يصل حتى الآن أي موافقات أو أي ردود، وبمجرد ما تصل الردود سيبلغون نادي الزمالك بها. وقالوا إن الزمالك أخطر وعلم بأن مباراته أمام الإسماعيلي ستكون في استاد القاهرة الدولي. مباراته أمام الإسماعيلي ستكون في استاد القاهرة الدولي. دي كل التفاصيل اللي حاصلة حوالين ملعب مباراة الزمالك والإسماعيلي وخلاص. أي حاجة هتسمعها غير الكلام اللي أنا قلته لك لن يكون فيها جديد، وأتلاقيها فنكوش. استاد القاهرة الدولي مفخرة مصر الذي نفاخر به في كل مكان سيظل دائما هو الملجأ الكروي والملاذ الكروي بعد الله عز وجل، لأن الله هو الملاذ في كل شيء. سيبقى استاد القاهرة فاتح أبوابه في كل أزمات الأندية، مرحبا بكل الأندية على السواء، يحترم الجميع ويحترم كل ما تريده هذه الدولة المصرية، مؤسسة وطنية محترمة، شرف لنا، ليس ملعب الكورة فقط استاد القاهرة الدولي، وإنما بكل مرفقاته وكل منشآته وكل صلاته وكل ما يدار فيه من بطولات وكل ما يقام في ساحاته من إيفنتات سواء محلية أو قارية أو عربية أو عالمية. الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة، واستاد القاهرة كالعادة برئاسة صديقنا المحترم معالي اللواء علي درويش دائما يظهر في أبهى صورة وأحلى شكل عبر الشاشات. منذ أن وصل إليهم خطاب الأمن وخطاب اتحاد الكورة، الناس على الفور زي ما بيعملوا مع كل مباراة مهمة وزي ما بيعملوا مع مباريات فيها أهلي وزمالك لأن هم دول قمة الدوري، استعداداتهم على قدم وساق بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية واللي بيخلينا دايما نشوف الاستاد مفخرة. معي ومعكم على الهاتف معالي اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي. سيادة اللواء السلام عليكم. عليكم السلام، انا كابتن عبد الناصر، ازي حضرتك؟ لعلك بخير يا فندم، ومنورنا ومشرفنا في كرة بلدنا. الله يخليك يا فندم، وتحياتي لحضرتك وللبرنامج ولكل مستمعيك ومشاهديك. ربنا يخليك يا رب. علي بيه، خلاص تأكدنا من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مباراة الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة مباراة مهمة. نادي الإسماعيلي عرفنا أنه هو عامل يعني مجموعة كبيرة من الباصات، ربما تصل إلى 15 أتوبيس لمشجعي لمؤازرة نادي الإسماعيلي في استاد القاهرة. كمان نادي الزمالك مباراة جماهيرية طرفيها مهمين، والمباراة مهمة كمان في الدوري، فالحضور سيكون متوقع أنه لن يقل عن 5000 المعلن عنهم. فماذا أعددتم في هيئة استاد القاهرة لاستقبال المباراة؟ والخطابات وصلتكم من الأمن واتحاد الكرة الساعة كم؟ هو الخطاب وصل من اتحاد الكورة امبارح، ان شاء الله الثلاث او اربع الاسابيع القادمة باذن الله. ما يخص طبعا مباراة الزمالك، هو على استاد القاهرة لانه هو من بداية السيزون ده ملعب الزمالك. يعني وصل حضرتك بالامس الاربعاء خطاب بالاربع مباريات اللي جاية في الدور الثاني لنادي الزمالك ان ملعبهم استاد القاهرة. ان شاء الله هو من الاول من بداية السيزون هو ده ملعب الزمالك. انا فاهم، بس يعني ليس هناك اي تغيير، اقصد اني لا ما فيش اي تغيير من بداية السيزون. تمام، يعني اول اربع مباريات في الدور الثاني سيكونوا على ارض استاد القاهرة بالنسبة للزمالك.
ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. اه طيب تمام، ده وصل بالامس. تمام، وصل بالامس. وزي ما حضرتك عارف يعني، هو دلوقتي بقى مواقع الهيئه العامه لاستاذ القاهره الرياضي كلها دايما بفضل الله سبحانه وتعالى في حاله استعداد، لان اي موقع الدوله صرفت عليه فهي مسؤوليتنا اللي هو نقول مجموعه هيئه استاد القاهره، تمام، طبعا على راسنا مجلس الاداره برئاسه الدكتور اشرف صبحي، اهتماماتهم ان احنا نحافظ على ما صرف على المواقع الرياضيه، تمام، سواء كان الصالات المغطاه، سواء كان الاستاد الرئيسي، سواء كان استاد الدراجات اللي استقبلنا عليه بطولة عالم وبطولة أفريقية وعربية، وهو في أبهى صوره الحمد لله، كان متوقف من سنة 92. تمام. فأنا بس بالنسبة لاستاد الكورة، حضرتك عارف الموضوع بالنسبة له بقى يعني، عشان هو طبعا أنت عارف حب الشعب المصري لكرة القدم، بعد التغييرات اللي تمت فيه واستقبال بطولة أفريقيا، أمم أفريقيا الكبار والناشئين، والناشئين، تمام تمام يا فندم، وبعديها البطولة العربية، طبعا وما تم فيه من إنجازات وتطوير من أول أرضية الملعب للكراسي لغرف خلع الملابس إلى آخره. فأنت النهارده التجهيزات بتاعته للمحافظة عليه بقت ماشية سيستماتيك لوحدها. تمام. الملعب ده كائن حي وله برنامج معد من الشركة الأجنبية اللي هي أشرفت، أو هي اللي هي اشتغلت عليه وعملت التقنية الحديثة، وحسب الأحوال الجوية كميات السماد والمقويات و اسلوب اللي هو نقول عليه الري بالكمبيوتر، بالتوقيت، بالفرق كم مره في اليوم، 5 مرات ولا 7 مرات، 10 دقائق ولا 4 دقائق، حسب الاحوال الجويه، ليظل الملعب بفضل الله سبحانه وتعالى دائما في ابهى، سواء كان في موسم الشتاء او موسم الصيف. تمام. وطبعا الشركة هي دي اللي عملت ملاعب انجلترا، وعملت ملاعب في الدول العربية والدول الأفريقية، وعملت ملاعب في روسيا. اللي فرقنا عن دول أخرى إن إحنا عندنا نجيل شتوي ونجيل صيفي عشان الأحوال الجوية عندنا. تمام. يعني مثلا في انجلترا ما يعرفوش النجيل الصيفي، هما نجيل شتوي طول السنة. إحنا بيبقى في فترة الشتاء النجيل الصيفي واقف في المو شويه، تلاقي حضرتك بعض الملاعب بتتاثر، النجيله بتتاثر، يعني لازم يحطوه، لازم يحطوا سماد لكن احنا عندنا بنبقى النجيل الصيفي بياخد وده مستديم، تمام، بمعنى انه بيطلع لوحده كل سنه. اما النجيل الشتوي بيزرع في التوقيت المناسب في الشتاء، وبننزل بالمستوى شويه بتاع اللي هو بدأ النمو بتاعه يضعف خالص، ونحط النجيل في مسافه اسبوعين، يفضل الملعب اخضر طول سيزون الكره بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هل كما هو معتاد قبل ترتيب كل مباراه بيبقى في اجتماع تحضيري، يعني بعد ساعات الجمعه هيكون في اي اجتماعات تحضيريه لمباراه الزمالك والاسماعيلي، ولا ده مش موجود؟ لا موجود، وبقى يعني في هذه النقطة اللي هو مصرح لها بعدد من الجمهور، وبيبقى الموضوع موضوعي خلاص، يعني هنفتح نفس الكلام من البوابة الرئيسية اللي هي من قبل جامع الرجان، البوابات الأخرى تتقفل عشان الجمهور اللي داخل سواء في المقطورة أو في أولى يمين أو في أولى يسار أو في تاني يمين بيدخل من نفس المكان للسيطرة. الأمن أو الداخلية من الخارج، الشركة التأمين من داخل الملعب، وهي اللي بتقوم بتشيك على التذاكر وبتقوم بالتفتيش والكلام. يعني بقى الموضوع يا كابتن عبد الناصر
الموضوع بقى معروف. خلاص عندنا من اجتماع فيبقى اجتماع الروسيني. لكن مثلا لكن مثلا لما جه ماتش مصر والسنغال لا ده كان المدرجات كلها ممتلئه، كان له تجهيزات خاصه واجتماعات كتيره عشان ينظم ويطلع بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. والحمد لله كان ماتش يليق بمنتخب مصر ويليق ببلدنا العظيمه مصر. طيب للي بيتابعنا، جمهور الاسماعيلي هيبقى فين في الاستاد في مباراه الزمالك والاسماعيلي يا ست اللواء؟ بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه. صدق. هو دلوقتي ده ملعب الزمالك. في كل مره بيبقى المقصوره بتبقى تجمع ما بين مجالس الاداره تمام، ثم ممكن الثالثه يمين واولى يمين يبقى جمهور الزمالك، والاولى يسار وعلى حسب العدد يعني، ممكن الاولى يسار تاخد جمهور الاسماعيلي بس لو زايد بيروح للثالثه شمال. نعم فندم، بقول لك لو عدد زياده بيمد للثالثه شمال. بيمد للثالثه بس هم الخمس فرق بيستوعبوا في الـ في الـ في الـ يعني في الاولى. صح، في الاولى يمين وهي يسار، بس تلاقي جمهور الزمالك يحب يقعد في الثالثه يمين، في الثالثه يمين خلف حارس المرمى بتاعهم. يعني لكن بيبقى الماتش يعني موفق ان شاء الله، وحظ للفريقين ان تبقى مباراه كويسه ان شاء الله، وحظ موفق، والمكسب نقول له جود لك، والكسبان يعني والخاسر نقول له هارد لك، والامور تمشي ان شاء الله. وماتش من ضمن ملايين الماتشات اللي اتلعبت على هذا الاستاد التاريخي العظيم. بشكرك يا ست اللواء، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه المداخله. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. سياده اللواء علي درويش المدير التنفيذي لهيئه استاد القاهره يعلن معنا ومعكم حصريا، وده انفراد، اول مره الراجل يتكلم. ايوه كلمنا في شويه حاجات خاصه بالملعب، ولكن المفيد ان مباراه الزمالك والاسماعيلي على استاد القاهره الدولي. كمان شركه تذكرتي وانا معاكم اعلنت دلوقتي فتح باب حجز التذاكر. شركه تذكرتي اعلنت دلوقتي وانا معاكم اهو شركه تذكرتي تعلن حجز فتح الباب لحجز التذاكر اهو في على موقعها الرسمي، على صفحتها الرسميه على الفيسبوك، بيان هام: تيسيرا على جماهير نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي، تم فتح باب الحجز لمباراه الزمالك والاسماعيلي المقرر اقامتها يوم السبت 28 مايو، ويرجى لحين تحديد ملعب المباراه، ويرجى العلم بأن التذكرة صالحة لأي من الاستادات التي سيقام عليها المباراة. طبعا تذكرتي عشان ما تخشك في مشاكل طلعت من الحدوتة، قالت أنا ماليش دعوة بالملعب، يا جماعة أنا أفتح باب الحجز والتذكرة بتاعتي صالحة لأي ملعب. طبعا شركة تذكرتي طلعوا كتبوا الكلام ده على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك أهو زي ما قدامكم أهو، وزي ما انفردت معاكم حضراتكم الخطابات وصلت إلى استاد القاهرة، الخطابات الأمنية، وزي ما قال لنا اللواء علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة بيقول لك أمس الأربعاء كمان قبل الخطاب الأمني الخاص بمباراة الزمالك والإسماعيلي ما يجيله النهاردة من ساعتين ثلاثة، أمس الأربعاء وصلوا خطاب من اتحاد الكورة بيفيد إن الزمالك هيلعب مبارياته الأربع الأولى في الدور الثاني على استاد القاهرة، بداية من مباراة الزمالك والإسماعيلي السبت 28. طبعا زي ما انتم عارفين المباراة الساعة السابعة مساء علشان خاطر نهائي دوري أبطال أوروبا. عشان خاطر نهائي دوري أبطال أوروبا. ده بقى كل ما يخص الليلة بتاعة استاد القاهرة وكل ما يخص مباراة الزمالك والإسماعيلي. طبعا الخطابات اللي وصلت دي زي ما بقول لكم قلب الدنيا راسا على عقب في نادي الزمالك، قلب الدنيا راسا على عقب وضربه قاسمه. بس انا هنا بسال بقى، يا ترى رئيس نادي الزمالك قال انا فكيت السحر والفرقه فازت على اسوان في ملعب المقاولين العرب، يا ترى في سحر عن شوفه في مباراه الزمالك والاسماعيلي؟ مرتضى منصور اللي وصلني بيحمل احمد دياب المسؤوليه كامله اهو، بقول لك اهو في الغرف المغلقه اللي وصل لنا
ان مرتضى منصور بيحمل احمد دياب رئيس الرابطه واعضاء الرابطه معاه، بيحملهم المسؤوليه كامله عن الهزيمه امام الاسماعيلي. يعني قال لهم يا مرتضى منصور، مرتضى منصور قال لو اتغلبنا من الاسماعيلي اللي مسؤول رابطه الانديه واحمد دياب احنا ملناش علاقه. بس هي المشكله الجماهير دلوقتي على الفيس بتسال، الاستاذ مرتضى منصور قال ان هو فك السحر بالنسبه لفرقه الكوره، فك السحر بالنسبه ايه لفرقه الكوره، فك السحر بالنسبه لفرقه الكوره، وفازوا على اسوان في المقاولين العرب. طبعا ملعب المقاولين العرب ده ملعب الاتحاد الكوره، لان مباريات كاس مصر ما فيش حد من الانديه اللي بتلعب ليها طرف فيها. يعني ملعب المقاولين حتى لو الزمالك كان مستمر في استاد القاهره كان عيب هذه المباراه في ملعب المقاولين، لان اللي بيختار الملعب اتحاد الكوره. فيبقى كده مرتضى منصور لسه ما فكش السحر. كان من المفترض اول مباراه لفك السحر تكون على ملعب الدفاع الجوي بتاعت الزمالك والاسماعيلي. فدلوقتي خلاص ما فيش الدفاع جوي، فنكوش لا في موافقه من الامانه العامه للقوات المسلحه وصلت، ولا في موافقه من الامن. ووصل لاستاد القاهره خطاب من الامن ومن اتحاد الكوره بيقول الماتش في استاد الـ القاهره. خلاص يعني السؤال بقى اللي على السوشيال ميديا كلها دلوقتي، ايه اللي هيحصل؟ هيتفك السحر ازاي؟ بيقول لك في شيخ جايبينه يبخر الملعب قبل المباراه ويقرا على الشبكتين. بكلمك بجد، علشان كده احنا هنخلي زميلنا علي شحاته يروح الملعب ويراقب مبكرا هل بالفعل في حد هينزل يقرا ويبخر الملعب والشبكتين من طرف الزمالك قبل الماتش، ولا ايه اللي هيحصل؟ لان بيقول لك هو دلوقتي رئيس نادي الزمالك مع كامل الاحترام والتقدير الراجل قال انا بذلت جهد جبار في فك السحر. طيب المباراه اجباري على استاد القاهره، واستاد القاهره هو اللي كان عليه السحر ده على كلام الاستاذ مرتضى منصور، هل كده اتفك السحر ولا رجع السحر تاني؟ يقولون في الزمالك ان الراجل عضو مجلس اداره السابق اللي هو سقط في الانتخابات الاخيره ما زال بيتردد على شبرا خيط وعامل سحر وصل لكره السله والالعاب الاخرى، وان هو ما زال مصمم يدمر فرقه الكوره بالسحر، والسحر بتاعه هو اللي خلى موضوع الدفاع الجوي اتعقد. هما بيقولوا كده، انا بنقول لكم انا غير مقتنع بالكلام ده، انا بنقول لكم اللي بيقولوه. طبعا انت تضحك ونضحك، ده اللي بيحصل. فك السحر هيكون ازاي من استاد القاهره بقى؟ وايه اللي هيحصل يوم السبت في مباراه الزمالك والاسماعيلي؟ الله اعلم. كان معانا على التليفون اللي هو علي درويش رئيس المدير التنفيذي لهيئه استاد القاهره الدولي. الراجل قال خلاص وصلني خطابات رسميه الماتش على استاد القاهره. يا ترى الاستاذ مرتضى هيفك السحر ازاي؟ هكذا الكل بيتكلم على السوشيال ميديا، في حرب دلوقتي. الاستاذ مرتضى عايز يفك سحر استاد القاهره، وفي اللي عامل السحر مصمم يقلب موازين الدنيا ويفضل الزمالك يخسر في استاد القاهره. ماذا سيدور؟ نروح لعلي شحاته يمكن عنده اجابه. مراسلنا في نادي الزمالك الاستاذ علي شحاته، سلام عليكم يا ابو علوه. عليكم السلام يا ريس، تحياتي ليك ولكل متابعينا. يعني في انفراد مهم جدا اللي هو علي درويش كان معانا واعلن ان وصلت الخطابات الامنيه وخطاب من اتحاد الكوره ان مباراه الزمالك والاسماعيلي في استاد القاهره. ردود الافعال عندك في الزمالك؟ ردود افعال غاضبه استاذ عبد الناصر، وفي تاهب في حاله خساره الزمالك على من الاسماعيلي على ملعب القاهره هيكون في تصريحات شديده جدا من مجلس الاداره، وكمان بعض الجماهير الزملكاويه المواليه لرئيس مجلس الاداره او مواليه للمجلس الحالي شايفه انه فعلا استاد القاهره يعني اللعيبه بتشتكت منه اكتر من مره. ده يعني احنا هنتكلم في الشق اللي شايفينه قدامنا. طبعا احنا بنتكلم في الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا، احنا مالناش دعوه باي حاجه غير اللي احنا شايفينه مع كامل الاحترام لجميع الاطراف.
بقول لحضرتك، هو بالفعل في لعيبه اشتكت كتير جدا من استاد القاهره، وشايفين انه كمان الارضيه بتاعته مش مساعداهم ان هم يأدوا كل يعني مستواهم المعهود. يعني انا شايفها مبررات ملهاش لازمه، ما فيش سحر، ما فيش الكلام ده. هو انت معلش عبد الناصر عايزنا نروح ملعب في سحر، اروح؟ لا، ده انا هاخد معايا كور وهاخد معايا شيخ عشان نروح نشوف الموضوع دوت. انا برضه ايه، لا يكون محسوب ولا حاجه. ما هو بص، الزمالك لو فاز يا علوه يبقى الاستاذ مرتضى منصور فك السحر والحمد لله. الزمالك لو اتغلب يبقى صاحبنا عضو مجلس الاداره السابق اللي بيروح شبرا خيط واللي هو سقط في الانتخابات الاخيره واللي انت عارفه وانا عارفه بقى ايه سره باتع والسحر بتاعه جامد جدا. شديد. ايوه. السحر شديد شويه. بالظبط. فملعب ملعب المباراه الاسماعيلي والزمالك هيكون ملعب استاد القاهره خلاص. يا محمد. كانت دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه في بطاقه المباراه. دي اللي ناقصه في بطاقه المباراه لصاحب عبد الناصر، عشان كده بقول لحضرتك خلاص رسمي النهارده استاد القاهره هو استاد مباراه الزمالك والاسماعيلي الى ان يجد جديد في المباراه المتبقيه، مباراه الزمالك في الدوري. الزمالك الرابطه ما خدتش لسه اي موافقه من الجهات اللي بعت لها الخطابات علشان تلعب، عشان يلعب الزمالك مباراته على الدفاع الجوي، فعلشان كده المباراه دي واي مباراه ثانيه هتكون لسه قبل الموافقات برضه هو استاد الزمالك هيبقى في القاهره، هو استاد القاهره وليس الدفاع الجوي كما قال رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. هو المفاجأة اللي هو علي درويش قال إن وصلوا خطاب من اتحاد الكرة بجدول مباريات الزمالك لأول أربع مباريات في الدور الثاني. بالظبط. ولما رحنا سألنا الرابطة قالوا إن إحنا ما عندناش موافقات أمنية إلا على استاد القاهرة. طيب يا جماعة عملتوا إيه في موضوع الدفاع الجوي؟ قال لك أول ما جالنا الجواب بعتنا للأمانة العامة وللأمن، وحتى الساعة 11 ونص مساء اليوم الخميس 26/5 لم تصل أي ردود. هو بس استاذ عبد الناصر المباريات اللي جايه للزمالك هم اربع مباريات، الزمالك والاسماعيلي، الزمالك والاهلي، الزمالك وسيراميكا كليوباترا، الزمالك وغزل المحله، فيهم ثلاث مباريات على يعني مباراه واحده بس ثانيه على استاد القاهره، مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا. لكن مباراه الزمالك وغزل المحله دي، المباراه دي هتكون على ملعب غزل المحله، الزمالك والاهلي هتكون على استاد السلام، والزمالك والاسماعيلي برده هتكون على استاد القاهره اللي هي المباراه اللي جايه يوم السبت. فعشان كده ما فيش المباراه جايه بس على استاد القاهره، ده لو ما تمش تغيير الملعب او ما خدتش الرابطه الموافقات على ملعب الزمالك ملعب الزمالك او مباراه الزمالك على ارضه. يعني ايا كان انت كده بتتكلم في ان الزمالك هيلعب في استاد القاهره حتى الان مباراه الدور الثاني. بالظبط. حتى الان حتى ما لحد ما يطلع قرار او يجي موافقات للرابطه ان الزمالك يلعب على الدفاع الجوي، لكن الى ان ما جاتش اي موافقه الزمالك يلعب على استاد القاهره. احنا مش هنتكلم على موضوع السحر دوت، كل واحد رايه يقول اللي هو عايزه، بس عايز اقول لحضرتك ان ملعب الزمالك حتى الان هو ملعب استاد القاهره ما فيهاش جدال، واتحاد الكوره استلم يعني مستلمين الخطابات او مستلمين يعني مجهزين كل حاجه على ان الزمالك يلعب على استاد القاهره في ملعبه هو استاد القاهره حتى الان. مفيش اي جديد في الموضوع لحد ما يجي قرار للرابطه انه توافق خلاص على ملعب الدفاع الجوي. طيب الاستاذ مرتضى منصور علق على الموضوع، يعني اكيد وصل الزمالك عشان الزمالك هيدخل معسكر، وبكره بعد يعني الجمعه بعد التمرين بيبات ليله قبل الماتش. هل في اي رد من مرتضى منصور او المشرف العام على الكوره امير مرتضى او اي شيء بشان الموضوع ده؟ ولا هو بس كانت في تصريحات بس امبارح على بعثة السلة، هو يعني على يعني على انا بتكلم عن الموضوع ده، في اي ردود افعال ولا حتى الان مفيش اي حاجه بخصوص الموضوع دوت. احنا منتظرين مكالمته مع الكابتن مجدي عبد الغني اللي بتطلع باستمرار ده، يعني بتطلع باستمرار، لكن هو ما اتكلمش حتى الان على موضوع الاستاد. وانا متوقع انه ما يكونش في تصريحات غير عقب المباراه. لو الزمالك كسب هيقول اتفك السحر، لو الزمالك ما يكسبش يبقى السحر لسه موجود وفقا لتصريحاته اللي احنا متعودين عليها. طيب ده يا جماعه ردود الافعال في الزمالك والموضوع بالتفصيل. نروح لموضوع السله اللي هو قالب الدنيا، وكمان كلام رئيس نادي الزمالك ان في سحر معمول للسله. هو الكلام ما اختلفش من كره السله لكره القدم، بس عبد الناصر الكلام واحد، هو نفس الكلام اللي بيتقال ان الزمالك جاب احسن محترفين. انا شايف انه المشكله يعني مقولين المشكله يا علي يا استاذ علي
يا استاذ علي، اتفضل يا استاذ علي قول من الاول لو سمحت، لاني ما سمعناش اي حاجه من اول ما سالتك، كانت بيقطع. اتحرك كده عشان الشبكه. طيب هنجيب علي مره تانيه. صديقي المستشار وائل عوض بيقول لك طب لو اتعادل الزمالك والاسماعيلي يبقى العفريت ده في السكه. حلوه. معلش الشبكه بس من لا اتفضل قول من اول موضوع السله. بقول لحضرتك هو ردود الافعال حوالين فرقه السله ان الناس اللي بتفهم شويه في لعبه السله استاذ عبد الناصر شايفين المحترفين اللي جابهم الزمالك مش على المستوى، كلهم مجهولين المصدر، بخلاف ان المدرب نفسه لما يبقى كسبان اصلا فرق 12 بونت لحد يعني قبل من نهايه المباراه بشويه، وبعد كده الفرقه الثانيه ترجع عليه اللي هي بتاعت المنستير اللي ترجع عليه بسرعه وكمان تكسبه بفرق 6 بونت، يبقى في مشكله فنيه. الموضوع ملوش علاقه بالسحر زي ما بيقولوا. الزمالك اصلا من اول البطوله ما قدمش مباراه قويه زي اللي حصل الموسم اللي فات. مشكله التجديد ده انس اسامه اللي هو اهم نجم في الفرقه، يعني ما فيهاش جديد، اللاعب مش مركز وكل الناس شافته مش هو ده انس اسامه اللي متعودين عليه. يعني انس اسامه من يعني افضل لاعب في الفرقه، صعب عبد الناصر ما كانش في مستواه، المحترفين مش في مستواهم، في مشاكل في الفرقه نفسها، وعلى عكس ما يقال انه تم حل كل مشاكل الفرقه الاخرى. انا شايف ان فرقه سالس عبد الناصر فيها مشاكل كبيره جدا، خسرت الدوري وخسرت الكاس، وهذه النهارده بتخسر بطوله افريقيا اللي بيراعيها يا اخي. خسرت كل البطولات السنه دي بالظبط. يعني هو يعني الاهلي كسب الدوري وكسب كاس السله برضو، يعني الاهلي اللي سيطر على البطولات. كمان ما كانش الزمالك متواجد في المراحل النهائيه، كان متواجد الاتحاد السكندري زي ما كلنا تابعنا، علشان كده فرقه السله فنيا مش متواجد السنه دي، يعني على عكس الموسم اللي فات اللي الزمالك حقق في بطوله الدوري او بدور السوبر، وحقق فيه كمان بطوله افريقيا اللي هي برعايه الان بي. الزمالك من اول البطوله صعب عبد الناصر ما قدمش ولا مباراه قويه، بقول لحضرتك اهم نجم في الفرقه عنده مشاكل في موضوع التجديد. فعلشان كده احنا شفنا الزمالك امبارح بيخسر مع انه كان متقدم، لكن الفرقه اتحاد المنستير رجعت عليه وكسبت بنهايه الماتش. تصريحات رئيس النادي بتتكلم برضو انه في سحر على الفرقه، في سحر على اليد، في سحر على القدم، لو مش على السله، هو بيحاول على قدر الامكان بدل ما يحل المشاكل هو بيحاول يفك السحر وفقا للتصريحات. خلي بالك ده وارد، ما تستهونش بده، السحر مذكور في القرآن، يعني خلي بالك ونعم بالله. يعني وارد يكون وصله معلومات، والله العظيم يا جماعة ما بضحك، وارد يكون وصله معلومات بمستندات بتؤكد ان في حد عامل حاجة. طب بعد اذنك يا علي يا علي يا علي والله العظيم يا علي والله العظيم يا علي اني ما تستهون بالكلام ده. الله يكون. ما طبعا ده بس ده في حياتنا عموما، لكن انا بتكلم في الكوره بدل ما الناس. طب اقول لك على حاجه. فاكر الانفراد اللي انا عملته بتاع السحر اللي الايه عمال التنظيف في استاد التتش، وكان الاهلي عنده مباراه مع الزمالك واتضح ان في حد عامل سحر في استاد التتش، ووقتها الاهلي نقل تدريباته من استاد التتش لمدينه نصر. طب ما ده كان سحر. وعلى فكرة أنا انفردت أنا بكل التفاصيل وقتها، وسألت مسؤولين في الأهلي قال لك فعلا كان في حاجات معمولة في قلب ملعب التتش. يا صاحبي مصر انا ما اختلفتش ولا عرضت النقطه دي، انا بتكلم بس انه احنا يعني كده انت اللعيبه كلها بتقول لها لا انتوا خلاص ما تلعبوش. ما اه انت بتتكلم انك انت بتدي مبررات للعيبه انه مثلا استاد القاهره في سحر، فاتغلب بقى لان المبررات موجوده. انا في اللعيبه هتكون داخله المباراه صعب النصر مغلوبه نفسيا، يعني هتبقى مغلوبه اصلا، انت مش انت طب هتقول لهم العبوا ازاي اصلا وانت بتقول لهم ان الملعب ده انت معمول عليه سحر؟ وفي ناس بتصدق الكلام دوت، بيبقى لها زي هيسس كده صعب النصر حتى في كل حياتها. في برضه اللعيبه دي دول ناس زينا برضه، لما تقول الملعب ده عليه سحر فلو رحت هناك ولعبت هتتغلب، فالطبيعي انه اللاعب مش هيأدي، حتى مش هيبقى مركز في المباراه زي ما احنا يعني على مستوى المعهود يعني. طيب عموما برضه في حاجه عايز اخدك ليها لا تقل خطوره عن موضوع السحر، تصريح كريم حسن شحاته خطير جدا يا علي. كريم حسن شحاته قال في برنامجه انه في لعيبه اصحابه واصدقائه قالوا له ان الراجل فيريرا مش مركز وخارج الخدمة ومش مسيطر فنيا.
طيب انا اتكلمت في موضوع فيريرا في عبد الناصر، وحضرتك برضو كنت معايا في الموضوع. انا بقول لحضرتك فيريرا معهوش الخامه اللي يقدر يشتغل عليها، مش هي دي الخامه اللي بيشتغل عليها فيريرا. الراجل مجبور على بعض اللعيبه، واللعيبه دي الاساسيه، واللعيبه دي مش في مستواها كلهم. نص الفرقه في عبد الناصر هيمشي في شهر 6 او بنهايه الموسم، والنص الثالث ده الفريق الاساسي اللي خد بيه الزمالك الدوري. فعشان كده برضه انا مش هينفع اتجنن على فيريرا، ولا يعني انا شايف اصلا في حملات ضد فيريرا اصلا من قبل السوشيال ميديا. انا ضد الكلام ده كله، كلنا عارفين فيريرا وعارفين مستواه. الكلام على فيريرا دلوقتي يعني هيبقى ظلمين الراجل اللي بيلعب بخامه. انت عندك ال 11 الاساسيين نصهم بس عبد الناصر مش في مستواهم، والنص الثاني عايز يجدد. يعني من الظلم ان احنا نحكم على فيريرا. فيريرا ممكن تحكم عليه بعد الموسم اللي جاي لو هيجيب فيه صفقات، لكن دلوقتي انا شايف ان الظلم ان احنا نحكم على فيريرا. يا علي انا معاك في ده، بقول لك تصريح كريم خطير جدا. اللعيبه بتقول له الراجل مش مركز فنيا، يعني كبر في السن وغير فتره 2014. التصريح خطير جدا، لازم تجيب عليه رد من الزمالك، يعني كلم الامير. ايوه طب انت مش شايف ان ده خطير جدا؟ لان ده معناه ان الراجل بيخترف، يعني وعيب ان انا اقول الكلمه دي. الراجل بره الخدمه، الراجل من 3 ايام احتفل بعيد ميلاده 76. هو يا اخي كلام كريم واضح، الراجل مش مركز ومش مسيطر فنيا، معناها ايه؟ ان السن مأثر عليه. فلازم نعرف رد المشرف العام على الكوره، لان ده اتهام مباشر ليه انه ممكن يكون جاب الراجل كبير في السن عشان يمشيه على هواه. ما هو لازم ندي، لازم الطرف الثاني يرد. ما ينفعش كريم يقول الكلام ده وما يبقاش في رد عليه. علي ما هو يا ريس هم ردوا قبل اصلا ما التصريحات تطلع، يعني امير مرتضى والمستشار مرتضى ردوا على الكلام دوت قبل ما يطلع. يعني هو امير مرتضى في كل برامجه الصعب الناصر بيدعم الراجل، وشايف انه يعني اضافه للكره المصريه مش نادي الزمالك بس. طب ازاي يقول كريم ان هو لعيبه اصدقاء وقالوا له ده مش كلام خطير وما ينفعش يصدر من زملكاوي؟ هو طبيعي ما ينفعش يصدر من زملكاوي. وانا بس يعني فكره فيريرا حساسه دلوقتي. مجلس الاداره واقف في ظهره، بيدعمه بقوه. وانا بدعمه بقوه، وبأيد كلامك وكلام الاداره ان ما فيش القماشه، بس برضه في فشل في التناول من امير مع ملفات الكوره. بالظبط. حتى الان احنا يعني حتى الان انت استلمت المهمه على كده وقبلت بيها على كده، فما يعني في ناجح وفي فاشل. هي الموضوع ما فيهوش، هو 1+1=2. لكن كافيريرا مثلا عنصر من المجموعه، اكيد ليه اخطاء يا صعب المصري. وفي الفتره الاولى اللي تولى فيها 2014 برضه كانت ليه اخطائه. لكن انت بتتكلم احنا بنحاسب مجمل باكج على بعضه. فيريرا حتى الان لا يسال على اللعيبه دي. اللعيبه دي يا صاحب النصر يعني برضه مستواها مش هو ده مستواها. ممكن يكون في لعيبه اصلا ما بتشاركش، علشان كده بتطلع كلام للاعلام بشكل غير صحيح. رد الاداره واضح، رد الاداره ان هي واقفه في ظهره، وان هو اصلا يعني انا كنت بكلمك من فتره يا صاحب النصر بقول لحضرتك انه في مشروع اسمه امير مرتضى فيريرا، اللي هو ازاي تبني فريق للموسم اللي جاي والمواسم اللي جايه. فمش مش من يعني الاداره واقفه في ظهره وبتدعمه بقوه. كمان انا عايز اضيف لحضرتك نقطه، ان فيريرا مش من المدربين اللي بيشتغلوا بايديهم. يعني حتى ده وقت ما كان فيريرا صغير في السن، هو بيجيب طقم مدربين، ناس للاعلان البدني، ناس للتقسيمات الفنيه. مفهوم فيريرا احنا بنش... يعني كده يعني كده يعني فيريرا بيحارب السحر والقماشه تعبانه. خلاص يبقى الزمالك يقضيها بقى كل شركان لغايه ما ربنا يعديها السنه دي باي حاجه. طيب هم في الاداره صعب النصر مقتنعين بالكلام ده كله، يعني هم في الاداره مش هيلوموا على فيريرا لو خسر الدوري او خسر الكاس او بطوله الكاس القديمه او الجديده. مش هيلوموا عليه في ده كله، علشان هم شايفين القماشه بعينيهم. هم اصلا يعني في بعض التصريحات كده او يعني كلام ما بين السطور يخرج لرئيس النادي ان هو اللعيبه اللي موجوده دي اصلا نصها هيمشي وهيتم غيابها. تمام الفريق. وصلت الفكره، وصلت، فهمتك. نصها هيمشي وهي يجي بدلها جديد، ونحاسب الراجل من السنه اللي جايه، وده مشروع المستقبل. طيب استعدادات الزمالك لمباراه الاسماعيلي؟ في الاول فيريرا عقد جلسه مع اللعيبه النهارده قبل مران الخميس في عبد الناصر. طالب اللعيبه بالتركيز الفتره اللي جايه، واكد لهم على اهميه المباراه، خصوصا انها ممكن تكون حاسمه في ملف صعود الزمالك لدوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي. لسه هنشوف الحزب هتعمل
يكسب ازاي، لكن الزمالك انه يكسب مباراه الاسماعيلي او المباراه اللي قبل 30/6 مهم جدا عشان يحافظ على مركزه سواء المركز الاول او الثاني، ومن خلال ومن ثم يصعد لدخول دوري ابطال افريقيا، علشان في بيراميدز داخل بقوه. بيراميدز دلوقتي ناقص المباراه، لو كسبها هيعدي الزمالك بنقطه، فالطبيعي ان الزمالك حاليا لازم يحارب على كل نقطه جايه للثلاث اربع مباريات اللي جايين دول عشان يلاقي مكان ليه في دوري ابطال افريقيا. هم ما عارفينش حتى الان، او اتحاد الكوره ما بينش مين الفرق اللي صعبه، هم قال لك بنهايه الدور الاول، لكن برضو ممكن يكون ليها حسبه تانية زي ما قال زميلنا الاستاذ مدحت شلبي في اكثر من مره، قال ان ممكن تتعمل حسبه تانية وفقا للفريق الاحسن، او حاجات كده ممكن ايه تتعلق بمستوى الفرق حاليا او اخر مبارياته. فعشان كده الزمالك مهم جدا المباريات اللي جايه الزمالك يكسبها، واولها مباراه الاسماعيلي اللي اصلا في طفره اليومين اللي فاتوا دول، سؤال للكابتن حمزه الجمل الفرقه والفريق في التصاعد، يعني كسب مباراتين وتعادل مباراه. الاسماعيلي اللي من بدايه الدوري ما حققش اكتر من 11 نقطه، كسب وده يا جماعه دي صور من تدريبات الزمالك وعلي بيتكلم، اتفضل يا علي. فبقول لحضرتك ان الاسماعيلي فيه طفره حاليا، والزمالك مدرك جيدا الطفره اللي في النادي الاسماعيلي على المستوى الفني، حقق 7 نقاط من اخر 3 مباريات، فده يعني ده بالنسبه لبدايه الدوري الاسماعيلي ده انجاز كبير، علشان كده الزمالك عامل حساب كبير جدا للاسماعيلي. وهو اصلا حتى لو الاسماعيلي مش في حاله صعب، عبد الناصر دي مباراه ديربي، مباراه قمه ما بين الزمالك والاسماعيلي، ده كلام بيريرا النهارده مع اللعيبه كان في بعض يعني وخلينا نقول يا علي ان عاده مباريات الزمالك والاسماعيلي خلال الكام سنه الاخيره بتيجي وهي تحصيل حاصل، قدرها السنه دي تيجي والاسماعيلي في مركز سيء والزمالك الثلاثه بنط بالنسبه له حياه او موت. بالظبط، الفرقتين محتاجين المكسب، ده محتاج المكسب علشان يطلع من نقطه القاع، والزمالك محتاج المكسب علشان يحافظ على حظوظه ان يصعد دوري ابطال افريقيا. فالمباراه صعبه جدا مش زي الناس ما متخيله، الاسماعيلي رجع شويه فورم عن اول الموسم، عشان كده انا متاكد انها تكون مباراه قويه جدا خصوصا مع الدفعه المعنويه للنادي الاسماعيلي. طيب ده كلام مهم. هنكمل بقيه اخبارنا المرار، المران النهارده من خلال متابعتنا المرار عبد الناصر، يعني ممكن نشوف محمد عبد الغني في مركز الباك اليمين، وهيريح حمزه حازم امام، لانه يعني حازم امام هو هيلعب برضه 4-3-3، مباراه 3-4-3 اللي لعبها قدام اسوان اللعيبه ما كانتش في مستواها، واسوان عمل هجمات خطيره جدا، علشان كده هو هيرجع ل 4-3-3. بس في تغيير وحيد، ممكن نشوف محمد عبد الغني في مركز الباك اليمين ومع مهام دفاعيه بحته، مش هيطلب منه انه يتقدم، خصوصا اللي قدام منه احمد سيد زيزو، الراجل بيقدم الدور الهجومي على اكمل وجه. فاحمد محمد عبد الغني احنا من خلال اللي شفناه في التقسيمه ان محمد عبد الغني ممكن يكون هو الباك اليمين في المباراه اللي جايه. الكلام على استمرار عواد زي ما هو عبد الناصر، عواد مش هيتحرك من حراسه مرمى نادي الزمالك لنهايه الموسم بالشكل اللي احنا عارفينه. في غضب كبير جدا فنيا واداريا على محمد ابو جبل، خصوصا بعد التصريحات اللي طلعت من ناس قريبين منه ان هو بيشترط المشاركه اساسيا في حاله التجديد للزمالك، وكمان حاطط رقم معين فاداره الزمالك بشكل كبير جدا انهت ملف التجديد لمحمد ابو جبل حتى لو جاء معتزلا زي ما بيقولوا. الشروط اللي هو حاططها اصلا هم مش مقتنعين بيها، وبيتم التجهيز لاكثر من حارس مرمى، احنا قلنا محمود جاد، قلنا بسام طلاع الجيش، وكمان موجود مع عندك عواد، وفي حارس كمان هيصعد من الناشئين، فعشان كده حراسه مرمى الزمالك ممكن ما نشوفش فيها محمد ابو جبل الموسم اللي جاي. فعواد مكمل، استمرار غياب طارق حامد برضه مستمر الغياب، وهو شيكابالا. طارق حامد النهارده كان منزل صور مع في انجلترا صعب الناصر مع المعد البدني لنادي ليفربول بواسطه محمد صلاح، يعني هو عايز يطمن على رجله من بعد ما رجع للاصابه ولعب كام ماتش ما كانش في مستواه وما كانش قادر يعمل الحركات البدنيه اللي بيعملها طارق حامد يعني بشكل مستمر. هو كان تواجد النهارده في الجهاز البدني او المعد البدني لنادي ليفربول بتوصيه خاصه من محمد صلاح، الراجل بيطمن على ركبته لانه الاصابه كانت شديده جدا واخرت طارق حامد ما خلتوش يشارك لاكثر من 3 شهور. بالنسبه لشيكابالا هو كان من المفترض يروح اسبانيا طارق حامد وبعد كده قرر انه يروح ليفربول. هو والله حتى يعني سفر طارق حامد احنا سمعنا عنه اكتر من حاجه، كان الكلام في الاول المانيا بعد كده اسبانيا وسمعنا الامارات برضه، لكن احنا النهارده شفنا طارق حامد منزل صور مع المعد البدني بتاع ليفربول اللي هو اصلا متواجد في فرنسا حاليا مع الفرقه بتاعت ليفربول لنهائي دوري الابطال، ففكره سفر طارق حامد كان غامض شويه لكن هو متواجد بالفعل في انجلترا. وهو قدامنا يمكن الصوره هي قدامكم ونزلت في كثير من المواقع، احنا يمكن كمان زميلنا الخطيب جمال نزلها في بوابه اخبار اليوم
طارق حامد مع مسؤول التأهيل البدني في ليفربول. اهي زي ما انتم شايفين من بوابة اخبار اليوم، وزميلنا المحترم الخطيب جمال شارح الموضوع ان طارق حامد لاعب وسط الفريق بنادي الزمالك زي ما قال الاستاذ علي شحاته، بدأ برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية تحت اشراف الاسباني روبن بونس اخصائي العلاج الطبيعي بنادي ليفربول الانجليزي. ويعاني طارق من اصابه في الركبه تسببت في غيابه عن تدريبات الابيض في الاونه الاخيره، مما دفع اللاعب للسفر الى اسبانيا في الايام القليله الماضيه. يمكن ده لسه نازل من دقائق. طارق حامد كمان سفر لألمانيا، انتوا عارفين عمل فحوصات طبية، ويبدو ان الكلام اللي بيقوله علي شحاتة واللي منشور في بوابة اخبار اليوم واللي كاتبه الخطيب جمال بيؤكد ان طارق حامد فعلا بريء من كل الاتهامات اللي قالت انه بيتمارض او شيء من هذا القبيل، لان سفر الراجل لألمانيا للفحوصات واسبانيا للتأهيل والمعايشة اللي عاملها دي مع الناس بتوع التأهيل الطبيعي في ليفربول بيؤكد انه كان صادق في كل كلمة بيقولها، والصور والاخبار لا تكذب. صح يا علي؟ صحيح يا ريس، واحنا اكدنا كده وقت ما كل الناس كانت بتقول ان هو بيتمرد عشان التجديد، احنا قلنا طارق حامد مش هو ده الشخص اللي يتمرد. طارق حامد يعني طلع قبل كده مع رئيس النادي وسط قدام الناس كلها وقال له قدرني علشان اجدد، راجل صريح جدا، وطارق حامد من الناس العفويه، فده اللي نعرفه عن طارق حامد، مش بتاع تمارد ولا بتاع ان هو اللف والدوران، وهو طالب مبلغ معين وهو الاداره حاطه مبلغ معين ما وصلوش لاتفاق لحد. بس خلي بالك، ما هي برضه في ازمه عملها امير مرتضى، لان تصريحات امير مرتضى بعد مباراه اسوان عندما سئل عن طارق حامد قال طارق هو الذي طلب عدم المشاركه في مباراه اسوان. فلما هي تيجي بدايه الازمه صح، بس هي بدايه الازمه لما تصريحات الاستاذ امير مرتضى في الاول خالص عن ملف تجديد طارق حامد، هو قال انه ادانا ميعاد وما جاش فيه، هي دي، او قال لهم هرد عليكم ان شاء الله اشوف عروضي وارد عليكم، دي بدايه الازمه او بدايه زعل الجماهير من طارق حامد. لكن انا مستبعد تمام فكره ان طارق حامد يتمرد الصعب عبد الناصر او يتخلف عن المران والتدريبات والمباريات بدعي اي حاجه غير ان هو الراجل مصاب. ما فيش واحد، هو واحد زائد واحد يساوي اثنين عند طارق حامد. طيب اللي بعده، اللي بعده هو عندنا خبر كده مش عارف حضرتك هتقتنع بيه ولا لا، بس المعلومه اللي جايبه لي الخبر يعني اكدت لي المعلومه انه في كلام او تواصل ما بين باسم مرسي وامير مرتضى منصور انه يعني للعوده مره ثانيه لنادي الزمالك. هو المعلومه اللي عندي ان فريرا عايز باسم مرسي، وان امير مرتضى شايف ان تالق باسم مرسي وعصره الذهبي كان في الكوره مع فريرا في 2014، فكون ان الراجل فريرا يطلب باسم مرسي وباسم مرسي يبقى برضه فورمه بالشكل ده مع سيراميكا كليوباترا، ده قرب المسافات، لان في النهايه مش هيبقى في خلاف الا لتلبيه كل ما يحتاجه فيريرا حتى لو كان لبن العصفور. بالظبط، خصوصا ان هو مش بس مرسي المهاجم الوحيد اللي هيجيبه الزمالك في الصيف ده، عبد الناصر، هم مركزين مع اكتر من مهاجم، بس شايفين ان عوده بس مرسي، والراجل عارف فيريرا وفيريرا يعني متعود هو عليه، اللي وكمان في هو الاخر هو اللي لسه سنه صغير. بالظبط، هو اللي طالبه، وكمان لسه سنه صغير بس عنده 28 سنه وممكن يرجع فورمه. هو الراجل دلوقتي بيلعب مع ميكا، وكمان يعني قدم مباراه كويسه جدا من ضمنها مباراه الاهلي اللي احرز فيها هدف. فباسم مرسي من اللعيبه، انا التواصل دوت سري يا استاذ عبد الناصر، واللي جاب لي المعلومه مأكدها لي كمان انه في تواصل سري ما بين امير مرتضى منصور ما بين باسم مرسي اللي هو اصلا هيموت ويرجع الزمالك. ولا سري ولا حاجه، ما احنا كلنا عارفين فين السر. انت هتعمل لي زي اللي نازل مش عارف زمان في ايام الحرب اللي نازل يا جماعه مش عارف ايه السر يستعد للنزول. الناس كلها ما بقول لحضرتك، هو امير مرتضى نفسه طلع على الهواء ونفى الكلام دوت، بس انا باكد لحضرتك ان المعلومه انه امير مرتضى بيتواصل مع باسم مرسي للعوده المره الثانيه لنادي الزمالك برغبه فيريرا. اللي بعده، عندنا استاذ عبد الناصر في جلسه يعني جمعت ما بين محمود حمدي الونش وفيريرا. الجلسه دي يعني كانت عتاب شديد على مستوى محمود حمدي الونش. اليومين دول مستواه مش مظبوط، مش هو خالص الونش يا عبد الناصر، بس في انا يعني عندي حاجه كده يعني عارفها، والناس في ناس كتير عارفاها، اللي هو الاصابه بتاعت ركبه الونش او العمليه اللي كان عايز يعملها الونش، اللي هي بتاعت ظهره.
غضروف في الدوري صعب نصر مؤثره جدا على مستواه، فيعني هو حتى الونش كل ما بيجي يتكلم بيقول انا كان عندي عمليه واجلتها علشان خاطر الظروف اللي فيها النادي حاليا. هو ده اللي يعني مصعب الموضوع او ملف الونش شويه. طب يعني الناس شايفه ان الونش، كل الناس شايفه بتنتقد الونش، لكن في حاجه الناس ما تعرفهاش، موضوع العمليه اللي مأخره. الونش بيمشي بمسكنات حاليا حين انتهاء الموسم. الونش هيغيب عن الزمالك 3 أو 4 شهور في بدايه الموسم بعد اجراء العمليه. ده اللي اكده لنا بعض الناس القريبين من الونش، قالوا ان العمليه هتتعمل بنهايه الموسم ومن خلالها هيغيب الونش 3 أو 4 شهور، يعني ممكن ما يكونش متواجد في اول الدور الاول كله مع الزمالك الموسم الجديد. اللي بعده. طيب الزمالك عبد الناصر برضه بيتكلم في صفقات ثانيه، بس قبل ما يتكلم في الصفقات رفض احتراف زيزو بشكل كامل في عرض صفقه كبير جدا جاي لاحمد سيد زيزو. الزمالك رفض الاحتراف وخلاص، يعني الامور بدات يعني تتضح شويه ما بين زيزو وبين اداره الزمالك انه هيلغوا موضوع الشرط الجزائي وهيتم رفع مرتب زيزو، يعني مرتب هيبقى من اعلى اللعيبه في نادي الزمالك او من اعلى اللعيبه في الدوري المصري عموما، لكن هيلغوا فكره الشرط الجزائي اللي هو ب 42 مليون جنيه. تمام. ما زال الامر غامض في ملف اشرف بن شرقي، حتى الان الاداره ما توصلتش لاتفاق مع اشرف بن شرقي، وان كنت اقول لحضرتك ان الموضوع اقترب بشده. كمان تويت اشرف بن شرقي اللي نزلها على السوشيال ميديا يعني بتقول انه في لسه في كلام ما بين الزمالك واشرف بن شرقي، مفيش يعني زي ما اكدنا برضو المفاوضات الاهلي دي طلعت فنكوش وطلع اللي مطلعينها يعني الله العظيم يعني نادي الزمالك. انت ضحكتني والله العظيم، والله يخرب بيتك ضحكتني لما بتقول لي في قعدات سريه. طيب سامحنا تقول افيه ده ركب في مخي، قاعد تقول لي في قعدات سريه ما بين باسم مرسي ومصر، وكلها اصلا بتكتب ان باسم مرسي راجع الزمالك. ف اللي خلاني اقول سريه يا ريس ان هو بيمشي على الهوا دي نفع اكتر من مره موضوع بس مرسي تحديدا، يعني هو بيرجع وهو بيتفاوض مع ميدو لسه كاتب امبارح على مسؤوليتي بس مرسي راجع الزمالك، وبعد كده بقول لك ايه، فكرتني زمان اسمها المحطه وائل عوض صديقي بعت لي بيقول لي المطار السري، كان في محطه المطار السري ايام الحرب، فالمصريين طيبين، المطار السري ده معمول عمله عبد الناصر عشان العدو ما يعرفوش، فمن طيبه المصريين عملوه محطه، كل اللي يركب ميكروباص او اتوبيس يقول له نزل لي محطه المطار السري، لغايه ما تعرف راحوا ناقلين ال ف ف ف الاعداد بتاعت امير زي المطار السري بالظبط. بالظبط كده، فهموا عليها المطار السري او الصفقه السريه اللي كل الناس عارفينها. طيب هل لديك طيب. هيا اتفضل. معانا خبر اخير لسه عبد الناصر بيتعلق بموضوع انا قلت لحضرتك اشرف مصطفى محمد نادي جلطة سراي قاصد الزمالك رسميا ان هو عايز يقسط مبلغ ال 4 مليون دولار. الزمالك رفض بشده، وفي حاله عدم تسديد الفلوس لسعد عبد الناصر قبل 30/6 الزمالك من حقه انه يرجع مصطفى محمد تاني، فنادي جلطة سراي ما قدمش انه يدفع الفلوس وهو هيدفع الفلوس بالفعل انه اللاعب جاي له عروض ثانيه من الدوري. الاستاذ ابراهيم عبد الله عضو مجلس اداره الزمالك السابق وهو صاحب الملف ده، وكتب وقال ان اللاعب من حق جلطة سراي وكل اللي بيتقال فنكوش، وليس من حق الزمالك ان يعيده ايا كانت الامور الماليه. لا، لو ما دفعوش الفلوس قبل 30/6 باكد لحضرتك انه اللاعب هيرجع لنادي الزمالك تاني، لانه خلاص كده الاعاره بتاعته انتهت، هم دافعين مبلغ الاعاره لحد 30/6 وهم قالوا هنفعل العقد وهندفع الفلوس لحد اخر يوم ليهم 30/6، ما دفعوش الفلوس يوم 30/6 اللاعب هيرجع تاني لنادي الزمالك، وده وفقا للعقد نفسه اللي انا اطلعت عليه. يعني العقد نفسه بيقول ان هم لو ما دفعوش بقيه المبلغ يوم 30/6 الزمالك من حقه اللاعب انه يرجع له تاني بدون اي مشكله ودون اي نقاش. اخر يوم ليهم 30/6 ما دفعوش فلوس يوم 30/6 اللاعب هيرجع تاني نادي الزمالك، وده وفقا للعقد نفسه اللي طيب. عموما لما نشوف ايه اللي هيحصل. هل لديك اي امور؟ هل لديك اي امور؟ دي كانت كل اخبارنا النهارده في نادي الزمالك. يا رب نكون كفينا. صعب. شكرا جزيلا يا علو، ربنا يخليك يا ريس. سلام.